السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي المتابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بين الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن ثلاث عملات راح ينفجروا بشكل كبير جدا مع بداية عام 2023. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. لا تنسى تنضم لقاعتنا على التليجرام، راح اترك لك الرابط اسفل الفيديو، وبتقدر تنضم كمان عن طريق الرابط موجود في بانر القناه. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، حاليا عم بيشهد سوق العملات المشفره ارتفاع كبير للبيتكوين والعملات المشفرة. بالأمس انخفض البيتكوين إلى منطقة 16100. طبعا العملات المشفرة ما نزلوا بشكل كبير، الألتكوين ما نزل وما انخفض مثل انخفاض البيتكوين. طبعا على رأس هاي العملات عملة تيرا لونا كلاسيك، ارتفاع كبير عم تشهد هاي العملة، وحاليا نحن بموعد انطلاق لهاي العملة. بتوقع هاي العملة ترتفع بشكل كبير في الوقت الحالي. طبعا زقاي، حاليا بعملة تيرا لونا كلاسيك كسرنا ترند مهم، هذا الترند ما كسرنا من منطقة 27 لحد الآن، بالأمس تم كسر هذا الترند. طبعا حاليا عم نشوف ارتفاع بعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا هدفي الأول بهاي العملة هو منطقة 23 عند الموفيد أبرج 200، يعني عم بنتظر مربح بيوصل إلى 33%. طبعا 33% هذا سبوت فيوتشر، بيوصل مربحنا إلى 700%. طبعا على تطبيق النسخ أو على ميزة نسخ تداول بمنصة بايبت، دخلنا هاي الصفقة صفقة لونج، وحاليا نحن عندنا مربح في صفقة لونا كلاسيك، وعم ننتظر ارتفاع العملة، وتوقع بومب كبير قادم لعملة تيرا لونا كلاسيك، وخاصة بعد إعلان الحرق من منصة باينانس اللي راح يكون يوم 2/12. يوم 2/12 عملة تيرا لونا كلاسيك راح ترتفع بشكل كبير بعد حرق قطع بتفوق 5 مليار قطعة. الفوليوم عم يزيد على العملة أصدقائي، لهيك كميات الحرق راح ترتفع وتصير أكبر بكثير. فممكن ميزة الحرق أو ممكن عملية الحرق الثانية تكون بقيمة 5 مليار كأدنى حد. طبعا العملة الثانية أصدقائي هي عملة الدوجكوين. عملة الدوجكوين أصدقائي حاليا عم تتداول أعلى الموفيج أبرج 200 بسعر 8.7 سنت. طبعا حاليا عندي هدف هو التوجه الى منطقة 11 سنت، بعدها عندي ارتفاع ممكن نستهدف مناطق 30 سنت في بداية عام 2023، لكن نحتاج هذا الارتفاع يصير بعد اعلان ايلون ماسك لعملة الدوجكوين كوسيلة دفع على تويتر. بنتظرنا مربح بيوصل الى 250%. طبعا ايلون ماسك اعلن على مساحة بتويتر لما كان يتكلم عن انهيار عملة FTX لعملة الدوجكوين تو ذا مون، يعني ارتفاع كبير بعملة الدوجكوين او عملة الدوجكوين ذاهبة الى القمر. طبعا اصدقائي، هذا الشيء بيأكد دعمه لعملة الدوجكوين واستمراره بدعم هاي العملة، لكن عم ننتظر اعلان عملة الدوجكوين كوسيلة دفع على تويتر لحتى نشهد ارتفاع وملامسة منطقة 30 سنت. اغلب المحللين بيقولوا انه ممكن العملة تتجه الى منطقة 50 سنت، لكن انا بحب اهدافي تكون متواضعة، وحط الهدف 30 سنت، ورح بيع من العملة على منطقة 30 سنت. طبعا بيحب يخزن من هاي العملات بيقدر يخزن بالوقت الحالي قبل الانفجار في بداية مطلع عام 2023. عندي عملتين اللي هن لونا كلاسيك ودوجكوين، وطبعا العملة الثالثة والاهم هي عملة الـ XRP. عملة XRP اصدقائي ابتدينا من الدعم القوي، طبعا منطقة 32 سنت بعد ما استهدفناها في المرة الاخيرة، طبعا هذا عندي دعم قوي ولا مرة مكسرنا هذا الدعم. حاليا بعد ما عملنا قاع مزدوج بهاي المنطقة، حاليا نرجع ننطلق، استهدافي الان منطقة 50 سنت الى 45 سنت، يعني عندي مربح 17% اذا استهدفنا الموفيج افرج 200، لكن انا بتوقع نستهدف قمة العملة اللي هي منطقة 55 سنت. طبعا موعد انتهاء القضية رح يكون في الربع الاول من عام 2023، هو موعد حل قضية او حل الدعوة القضائية ضد عملة XRP. طبعا كل المؤشرات بتأكد فوز عملة الـ XRP. طبعا عملة الـ XRP عندها 14 شركة داعمة لها في هاي القضية، بينما هيئة الأوراق المالية تمتلك شركتين داعمات فقط، يعني طلبين داعمات للـ SEC و14 طلب داعم لعملة الـ XRP. وأهم هاي الشركات الداعمة لعملة الـ XRP هي منصة كوين بيس. منصة كوين بيس أصدقائي هي المنصة الأولى في أمريكا تداولا، أو أفضل منصات تداولا في أمريكا هي منصة كوين بيس. طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية ما بيستخدموا باينانس، بيستخدموا
كوين بيس، لهيك دعم شركة كوين بيس لقضية الاكس ار بي او تأييدها لعملة الاكس ار بي، فهذا امر رائع جدا. طبعا في حال فازت عملة الاكس ار بي رح تعمل ارتفاع كبير جدا جدا، لهيك بعد انتهاء القضية رح نستهدف منطقة هي منطقة الواحد دولار. طبعا عندي مربح عم ينظرني بعملة الاكس ار بي، مربح بيوصل الى 150%، وطبعا بعض المحللين بيقولوا استهدافنا هو رح يكون منطقة الخمسة دولار. طبعا انا حاليا ما بستبعد هالنقطة لكن بتحتاج وقت كبير، انا عم بتكلم عن تخزين لمدى قريب. طبعا بعد انتهاء القضية او في الربع الاول من عام 2023 بتوقع العملة تستهدف منطقة الواحد دولار. طبعا كمان الدوشكوين هتستهدف منطقة 30 سنت في حال اعلان ايلون ماسك لعملة الدوشكوين كوسيلة دفع على تويتر. طبعا في جار لونا كلاسيك كمان رح نحصل منه على تقريبا مربح بيوصل الى 100% مجرد اعلان الحرق القادم على عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا ارتفاع كبير حاليا عم نشوف في الفوليوم، يعني قطع الحرق رح تكون اكبر بكتير. اصدقائي نكون وصلنا هاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.